برحب بحضراتكم من داخل دار الأوبرا المصرية ورسالة قناة آن اليومية. خلينا نتكلم مع حضراتكم عن مهرجان الفنون والفولكلور الأفروسيني اللي انقطع لمدة سنة بسبب جائحة كورونا. المهرجان هو عبارة عن دمج ما بين الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة أولادنا ومهرجان الفنون والفولكلور الأفروسيني. المهرجان هيستمر ليوم 22 نوفمبر القادم. كمان هو بيضم فعاليات ثقافية وفنية كتيرة جدا زي معرض فنون الحرف التراثية ومعرض لوحات الفن التشكيلي وكمان معرض التصوير الفوتوغرافي. خلينا كمان نقول ان في ورشة لإبداعات الفنية لأولادنا وهيتم اختيار الفائزين فيها من خلال لجنة التحكيم. كمان بيشارك في المهرجان حوالي 32 دولة من مختلف دول العالم، بيقدموا من خلالهم عروض فنية واستعراضية بتساعد على انتشار وتوثيق التراث الخاص بهم. النهارده احنا ده المهرجان في دورته الخامسة. الحمد لله المهرجان بيلاقي اقبال كبير من كل الدول اللي بتيجي تشارك كل سنة عن السنة اللي قبلها. بيزيد عدد المشاركين، بيبقى في تنوع من دول مختلفة، دول افريقية ودول عربية، طبعا بالاضافة لدولة الصين اللي هي ضيف شرف المهرجان. السنة اللي فاتت الدورة اللي فاتت يعني كنا احنا متواجدين في محافظة اسوان بعد ما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق عن اسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد الافريقي وعاصمة الشباب الافريقي. فعملنا مهرجان هائل جدا في اسوان. السنة دي احنا موجودين هنا في القاهرة في دار الأوبرا المصرية. شرف لينا ان احنا بنمثل مصر وبنمثل القارة الأفريقية كلها وبنمثل الدول العربية، بالإضافة ان معانا دول جاية من دول أجنبية زي دولة الصين وفي من أمريكا وفي من كذا دولة. طبعا دار الأوبرا المصرية دي تكفي، ده علامة مميزة لمصر ولينا كلنا، فمكان أكيد طبعا تحفة. التنظيم بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة مشرفة، حاجة بسم الله ما شاء الله، يعني دايما يا رب من نجاح لنجاح. وبنشكر كل المنظمين. نشارك في المعرض ده مع أولادنا، يعني بنثبت وجود المغرب كدولة عربية إفريقية موجودة في مصر مع أولادنا. وإحنا عارضين هنا باسم رابطة الجالية المغربية المقيمة في مصر، وسعداء قوي يعني بلقاء أولادنا وشاركهم فرحتهم ودول تانية ومصر طبعا أم الدنيا أرض الكنانة. دايما المعارض بتعمل حركة، يعني زي المعرض ده مثلا عشان فيه مشاركين مجموعة من الدول، يعني سواء احنا من السودان من مصريين لأي دول تانية مشاركة، دي بتخلي فيه تبادل ثقافات تبادل حضارات، فحاجة حلوة يعني إنه الناس تعرف حضارات بعض. على زي ما بيقولوا السفر دايما فيه فوائد. افتحنا فيلم الوردة، نقول من هنا أم الدنيا مصر، وجينا عشان هم بلد نفرح البلد ونفرح المعرض والمؤسسة ولادنا ونزلة. شكرا ماما صهيرة قادر والدكتور نادية عملت كل حاجة. شكرا تحيا مصر.